يا مرحبا عند بنت العز واخت الكرام باسم ام منصور مرحبا واهلا بضيفانا يا مرحبا وكل ضيف له معزة ومقام ترحيبة والكرم والطيب عنوانها يا مرحبا بسم الله منصور مرحبا واهلا بضيفانها يا مرحبا وكل ضيف له معزة ومقام ترحيبة والكرم والطيب عنوانها صفوا دلال المهيل للحضور الحشام كل مباخر يفوح العود بدخانها عند ام منصور يا هلا والسعد والحظ قام ام العريس الكريم عزوة اخوانها منصور بدير لنا تمام والفرح نورها سبحان منزلها شيخ ومهر اصيل وبنت ناس انحشام بنت الحسب والنسب عاري بن جدانها بالطيب والجود والمعروف حازت وسام سمع عطاها مثل المزن وهتانها بنت الشيوخ الفشام الطيل ناسنا والمسك والورد للضيفان والله ديما سعادة طول زمانها يا مرحبا عند بنت العز واخت الكرام باسم ام منصور مرحبا واهلا بضيفانها يا مرحبا وكل ضيف له معزة ومقام ترحيبة والكرم والطيب عنوانها صفوا دلال المهيل للحضور الحشام كل مباخر يفوح العود بدخانها عند ام منصور يا السعد والحظ قام العريس الكريم عزوة اخوانها الغالية ام منصور بدر لنا تمام والفرح نورها سبحان منزلها شيخ ومهر اصيل وبنت ناس انحشام بنت الحسب للنسب عاري بن جدانها بالطيب والجود والمعروف حازت وسام سمع عطاها مثل المزن وهتانها والمسك والورد للضيفان بمسك الختام والله ديما سعادة طول زمانها 3-5 واستوديو لمسات رنين.